حركة الاشتراكيين الثوريين موجودة النهاردة؟ موجودة طبعا، موجودة من أول يوم في الثورة وهتفضل موجودة لحد ما الثورة تنجح. طيب بتطالبوا بإيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي بنطالب إنه الجيش يعود لسكناته زي ما بنطالب من أول الجيش المجلس العسكري ما مسك. بنطالب إنه الحكومة دي تستقيل أو تقال، أيهما أقرب. بنطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، هي دي اللي تدير انتخابات رئيس الجمهورية. وبنطالب بأنه في الشهور اللي فاتوا دي من أول الثورة لحد اليوم اللي بيعملوا مذابح في الناس يتقدموا للمحاكمات، واللي ياخد براءة ياخد براءة، واللي يثبت أنه قتل ياخد جزاء القتل. طيب في دعاوى دلوقتي اللي اطلقها بعض النشطاء على الفيسبوك لصيام مدني واضراب عام يوم 11 فبراير، ايه رايك في الدعاوى دي؟ انا رايي انه الاضراب العام هو الخطوه اللي ممكن تنقل الثوره دي لقدام، هي الخطوه اللي ممكن تحافظ على سلميه الثوره دي اكتر من اي حاجه تانية. انا رايي انه الملايين لما بتنزل الشوارع، لما كنا في يوم 25/2012 لما كنا 3 مليون واكتر في حوالين ميدان التحرير وفي ميادين التحرير الاخرى، لا بان بلطجي ولا بان عسكري. انا رايي انه الاضراب العام هو اللي بيوحد الناس، اكتر ناس ليهم مصلحه في الثوره دي، هو اللي بيقول الثوره دي بتاعت مين، هو اللي بيقول البلد دي بتاعت مين، مين اللي مشغلها كل يوم، ومين اللي يقدر يوقفها ساعه ما يعوز، ولذلك مين اللي لازم يتسمع رايه في الثوره دي. انا رايي الاضراب العام لو اتعمل مش بس هيعتبر خطوه للامام، الاضراب العام هيطرح على اللي عاملينه نفسهم قد ايه هم اقوياء. هتعرف العمال بنفسهم قبل ما تعرف الاخرين بمين هم العمال. انا رايي ده هيرفع مطالب الثوره، هيجمع القلب الحقيقي ليه وهيتزق لقدام. فبالتاكيد احنا مع الاضراب العام، ولازم نحاول، ولازم الكل اللي اي حد عايز الثوره دي تنجح لازم يساند الخطوه دي، ولازم يساند في انها تنجح بجميع طرق التضامن الممكنه، مش بالضروره عشان هو حتى لو ما كانش مقتنع بدور الطبقه العامله، لو هو فقط لا غير عايز الافكار الاساسيه للثوره تنجح، مفيش طريق غير كده، ملناش طريق غير كده. طيب هل القوى السياسيه الحاليه قادرة على تنظيم الاضراب العام ده يوم 11 فبراير؟ انا رايي لا، انا رايي مفيش قوى سياسيه مغروسه في الطبقه العامله بالقدر اللي تقدر تعمل بيه ده اهو. انا رايي مفيش قوى سياسيه ليها مصداقيه لدرجه انها تقود هذا الاضراب، ولكن رايي انه الاضرابات العام في التاريخ بتحصل كتير جدا من غير ما يبقى فيه قوى سياسيه بتقودها بشكل مركزي. والحاجه الثانيه الاهم في وضعنا الحالي انه في قوى سياسيه بالتاكيد تقدر تعمل تضامن مع ده اهو، وتقدر تساعد بالقدر اللي تقدر تساعد بيه، وعليها انها تعمل ده. طب رسالتك بقى الاخيره لعمال مصر تقول لهم ايه؟ انا بقول يا عمال مصر، الثوره دي والديمقراطيه وسلميه الثوره، وان احنا ما نتذبحش في الشوارع عشان بنقول عايزين حريه وكرامه وعداله اجتماعيه، الثوره دي في ايديكم، الثوره دي محتاجاكم، ميدان التحرير محتاج، ميدان التحرير محتاج ان الطبقه العامله ترفع رايتها وتقول احنا عايزين حد الادنى للاجور، احنا عايزين نتثبت، احنا عايزين الكرامه، احنا عايزين العداله الاجتماعيه، وان مصر دي مصرنا احنا.